الآن مشاهدينا أهلا بكم وجولة إخبارية جديدة نبدأها معكم بأهم العناوين. الرئيس السيسي يلقي كلمة في افتتاح قمة منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا. رئيس الوزراء يتلقى تقريرا بشأن تلقي ورصد شكاوى المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال يناير الماضي. والشرطة العراقية تعلن إصابة جندي بجروح خطيرة جراء انفجار عبة ناسفة استهدفت سيارة للجيش جنوبي بغداد. وإليكم التفاصيل. ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بافتتاح قمة منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا. وخلال كلمته جدد الرئيس السيسي دعوته لكافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي للانضمام للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والمساهمة فيها بفعالية لتعميقها وإثرائها وتطبيقها على مستوى القارة، مؤكدا دعم مصر الكامل لعمل الآلية وثقته في حرص الدول الأعضاء على مساندة عمل الآلية لتمكينها من إتمام الدور المنوط لها بما يحقق رخاء وتنمية شاملة. كما أكد الرئيس شكره وتقديره لرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد الشقيقة على جهده أداؤه بقيادة الآلية ولضمان أداء مهامها على مدار العامين الماضيين. أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام رادي أن رئيس عبد الفتاح السيسي سيستعرض خلال القمة الأفريقية العادية 33 التي تعقد بأديس أبابا يومي 9 و10 من فبراير الجاري رؤية مصر تجاه العمل الأفريقي والمشترك والتكامل التجاري والتنمية بالقارة. وأضاف المتحدث في تصريحات له أن الرئيس السيسي يشارك غدا الأحد في الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي ستعقد في إطار القمة
كما يشارك السيسي في الجلسة الافتتاحية والتي سيقوم خلالها بتسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن مصر ستكون ضمن دول الترويكا التي تضم الرئيس الحالي والسابق والقادم للاتحاد الأفريقي. تلقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تقريرا بشأن موقف تلقي ورصد شكاوى المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة واستجابات الجهات الحكومية لها خلال شهر يناير الماضي. يأتي ذلك استمرارا لمتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع مختلف الطلبات والشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين. ومن جانبه أشار دكتور طارق رفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أن المنظومة تلقت خلال شهر يناير الماضي 62 ألف شكوى وطلب واستغاثة من المواطنين، تم التعامل معها حيث تم الانتهاء من فحص ومراجعة 59 ألف شكوى وتوجيه 43 ألف شكوى منها لجهات متخصصة. تابع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر يناير 2020. يأتي ذلك خلال تقرير تلقى مدبولي من دكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، الذي أشار إلى أنه تم الرصد والاستجابة لأكثر من 200 حالة من جهات مختلفة، وذلك من خلال تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية. تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل وزير يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية محطتي مصر بالقاهرة والمنيا بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني. واطمأن الوزير على تقديم كافة التسهيلات لركاب، وشدد على قيادات السكة الحديد بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له. كما طالب الوزير باستمرار تلقي كافة استفسارات المواطنين حول مواعيد قيام القطارات والشكاوى والمقترحات على الأرقام المخصصة لذلك. استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث استعرض شعراوي الجهود التي تقوم بها المحافظة للاستفادة من مياه الأمطار واستغلالها بصورة جيدة. وذكر بيان للوزارة اليوم أن شعراوي استعرض خلال الاجتماع أيضا المشروعات الجاري تنفيذها في هذا الشأن بما يساعد في تصريف مياه الأمطار بطريقة تعود بالنفع على المحافظة. كما تابع جهود تحسين الموارد الذاتية للمحافظة وحل أي مشكلات تواجه المستثمرون في المناطق الصناعية. أعلن دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الاثنين القادم في تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع دار مصر بالمرحلة الأولى. يأتي ذلك بعدد 624 وحدة سكنية ل 26 عمارة كاملة التشطيب. وعلى المواطن التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع تجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون لإنهاء إجراءات البنك، والتوجه بعد ذلك لجهاز التجمع الأول بخطاب البنك مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة. وقع وزير المالية دكتور محمد معيط ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مع ممثلي 34 شركة مصدرة محلية وأجنبية اتفاقية تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات. جاء ذلك تنفيذا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الانتاجية وصادراتها بما يسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.
وأكد معيد فيبان له أن المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات تقضي بأن تلتزم الشركات بضخ استثمارات وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة والتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية. قال السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج أن القنصلية العامة في جدة تبعت عن كثب تطورات حادث غرق قارب سعودي على متنه 6 صيادين مصريين مما نجم عنه إصابة 3 منهم واستشهاد 3 آخرين. وقام قنصل عام جمهورية مصر العربية في جدة بإفادة ممثل عن القنصلية إلى موقع الحادث للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين فضلا عن التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة عملية البحث عن الضحايا 3 حتى تم انتشال جثثهم جميعا وإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بهم. وتقدم وزارة الخارجية العزاء إلى أسر المتوفين كما تتقدم بالشكر إلى السلطات السعودية على الجهود المبذولة في التعامل مع هذا الحادث الأليم. أفادت الشرطة العراقية بأن جنديا أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة للجيش جنوبي بغداد. وذكرت الشرطة إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة سيارة تابعة للجيش أثناء مرورها على طريق منطقة رستمية جنوب بغداد مما أسفر عن إصابة جندية بجروح خطيرة، مضيفة أن قوة أمنية توقت مكان الحادث فيما تم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج. أعربت الحكومة الصومالية عن عزمها مواصلة السعي من أجل الحصول على دعم السويد لجهودها الرامية إلى التخفيف عن أعباء ديونها. جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس وزراء الصومال حسن علي خير حول نتائج الاجتماع الذي عقده مع وزيرة شؤون الخارجية السويدية. وقال خير أن المباحثات ركزت على بحث سبل دعم السويد لعملية تخفيف أعباء ديون عن الصومال، واتفقت على ضرورة تعاون من أجل إنجاز عملية إعفاء الصومال من ديونها باعتبار عملية ضرورية لتمكين الصومال من التفاوض مع مؤسسات مالية ودولية للحصول على التمويل اللازم لعملية إعادة البناء في البلاد. وإلى أخبار الرياضة، يلتقي نادي مصر مع سموحة في 5 عصر اليوم على استاد كلية الحربية في ضمن منافسات الأسبوع 17 من الدوري الممتاز. وتعادل الفريق السكندري مع مصر المقاصة بهدف لكل منهما بالجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر نادي مصر من طلائع الجيش ب4 أهداف دون رد في إطار مواجهات نفس الجولة. ويحتل نادي مصر المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 21 نقطة. يواجه مصر المقاصة الانتاج الحربي في 7:30 مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 17 لمسابقة الدوري العام. وتعد المباراة مواجهة صعبة للفريقين حيث تعادل مصر المقاصة مع سموحة بهدف لكل منهما، فيما تعادل الانتاج الحربي مع الاتحاد السكندري سلبيا بالجولة الأخيرة للمسابقة. ويسعى الانتاج الحربي لحصد النقاط 3 لإنهاء تعادلات في مبارياته الأخيرة. ويدخل المقاصة اللقاء محتلا المركز 16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، فيما احتل الانتاج الحربي المركز 7 بالجدول برصيد 22 نقطة. وفي هذه الأثناء يواجه إيفرتون نادي كريستال بالاس في افتتاح منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويدخل الفريقان اللقاء بحثا عن 3 نقاط لمواصلة التقدم بجدول الترتيب، إذ يمتلك إيفرتون
33 نقطة تضعه في المركز التاسع بجدول ترتيب البريمليج، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر بالجدول برصيد 30 نقطة. وفي ذات البطولة والدوري عينه يحل فريق واتفورد ضيفا على برايتون في 7:30 مساء، ويسعى واتفورد لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن منطقة الهبوط. ويحتل واتفورد المركز التاسع عشر بالجدول برصيد 23 نقطة، فيما يحتل برايتون المركز الخامس عشر بالجدول برصيد 26 نقطة. وإلى أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء، مع فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة. وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ليلة والعظمى غدا. القاهرة الصغرى 10، العظمى 16، وادي النطرون 9-16، الإسكندرية 11-16، مطروح 9-15، طنطا 9-15، المنصورة 8-16، دمياط 10-16، بورسعيد 10-16، الإسماعيلية 7-17، السويس 9-17، سان كاترين سالب 1-10، شرم الشيخ 13-20، الغردقة 11-21، المنيا 7-17، أسيوط 6-17، سوهاج 8-18، قنا 9-19، الأقصر 9-19، أسوان 10-20، شلاتين 15-21، وحلايب الصغرى 18، العظمى 20. نهاية جولتنا الإخبارية، وإليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يلقي كلمة في افتتاح قمة منتدى الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا. رئيس الوزراء يتلقى تقريرا بشأن تلقي ورصد شكاوى المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال يناير الماضي. والشرطة العراقية تعلن إصابة جندي بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة للجيش جنوبي بغداد. مشاهدينا، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية، شكرا وإلى اللقاء.